اليوم. هاي الناس خارجة حتى تقول أبسط أزمات الموصل اليوم مشتقات نفطية، بنزين، غاز وايل، غاز أبيض، غاز. هذا فقط دائرة واحدة، هذا مو معناه أنه باقي الدوائر جيدة مثل ما قالوا أهل الموصل والناس اللي طلعت هسه. أغلب الدوائر فاسدة. اليوم إحنا طلعنا بوقفة راح تستمر ساعة، ساعتين، ثلاثة ونرجع لبيوتنا. لكن إذا استمرت الحلول الترقيعية راح نطلع ما نرجع لبيوتنا، نطلع بوقفة سلمية. لكن هذه المرة راح تكون طويلة، ما راح تكون لساعة ساعتين. كفاكم تهميشا لنينوى وكفاكم تهميشا لأهل نينوى. أهل الموصل عانوا في الحرب، وقبلها عانوا من القاعدة، وقبلها عانوا من الفساد. اليوم ما ترجعوا مرة ثانية تذلون أهل المدينة. بعدها جراحهم إلى حد الآن ملتمن. نحن راح نرجع إذا مو اليوم باكر، وإذا مو باكر عقبة. لكن هالمرة إذا ما عالجتوا هذا الموقف راح نرجع نفوت بينكم. ألف تحية نقدمها لكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله ببرنامجكم اليومي برنامج صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين من أجل سماع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. وللمشاركة بالبرنامج تقدرون تدقون على أرقام البرنامج أو تدزون رسالة على رقم البرنامج. للاتصال عندكم أربع أرقام من داخل العراق، من زاخو حتى الفاو، تقدرون تتصلون بينا على واحد من ذني أرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. أما اللي يسكن دول المهجر أو الأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط يقدرون يتصلون بينا على واحد من ذني أرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة أمامكم. فعدكم ذني الأرقام الأربعة للاتصال. أما رقمنا الخامس والأخير اللي يخص البرنامج ورقم الواتساب، هذا رقم الواتساب مثل ما تقرون أمامكم هنا للمشاركة عبر الرسائل. فرقمنا هذا إذا ما قدرت تحصلنا على أرقامنا الأربعة الثانيات، ما نقدر نسمع صوتك لأي سبب إن كان، مثلا ما عندك رصيد، ما قدرت تحصلنا بسبب كثرة الاتصالات على خطوطنا، كل ما عليك أنه تدزلنا رسالة على هذا الرقم. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمك ومكانك، والرسالة يجب أن تكون مكتوبة، لأنه لا أقدر أستقبل برسالة صوتية ما نقدر نبثها، ولا مكالمة عن طريق رقم الواتساب، ولا أي فيديو تدز على هذا الرقم يقدر ينعرض على الشاشة. عندكم أرقام أخرى للعرض على الشاشة اللي هي أرقام نافذة أنت ترى. مشاهدينا الكرام، قبل ما نبدي موضوع الحلقة نحب نذكركم بأنه تردد قناة الرافدين هو نفسه 10727. ترددنا ما تغير، اللي تغير بالموضوع أنه إحنا كنا نبث على نظام الأس دي، حاليا بدينا البث على نظام الأتش دي. البث على نظام الأس دي راح يتوقف يوم 28/2 بعد 10 أيام من تاريخ اليوم. فعليه إذا أنت تشوفنا بصورة صغيرة، إذا أنت تشوفنا مشوش، إذا الصورة يمك مو واضحة، كل ما عليك هاي الإعدادات تفتحها من جديد، تسوي إعادة بحث، مو شرط أنه تمسح القناة وتضيفها من جديد، مباشرة تتحول يمك من نظام الأزي إلى نظام الأجدي، وتكبر الصورة يمك وتشوفنا بصورة كاملة أو بشاشة كاملة على جهاز التلفزيون. فإذا أنت مسويها أنت فعليا بالسيف سايد، ما راح ينقطع البث يمك. أما إذا أنت ما مسويها فعندك مهلة منا إلى يوم 28/2، لأن وراها راح يتوقف البث، وما نريد ينقطع البث يمك ونخسر مشاهد أو نخسر متابع لقناة الرافدين. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقتنا هواية مشاكل بالعراق دا تحدث، ما بين فساد، ما بين محسوبية، ما بين محاصصة، ما بين استغلال للمال العام، ما بين استغلال إلى مناصب، ما بين استغلال إلى الحياة بشكل سيء جدا، لأنه اليوم بالعراق ماكو شيء جيد. لكن فعليا تم اختيار العراق واحدة من أخطر 10 بلدان بالنسبة لعيش الأطفال. لا يكفي أن تختار أن يتم اختيار بغداد كأسوأ مدينة للعيش في العالم، لكن هي تعتبر من أخطر البلدان أو من أخطر 10 بلدان على الأطفال. هواية حكينا عن قضية الطفولة، هواية تكلمنا أنه يجب أن تراعي الكتل السياسية، الأحزاب،
اللي تسمي نفسها حكومة في العراق يجب أن تراعي الطفولة والطفل، لأنه هؤلاء هم بنات المستقبل. يعني مستقبل العراق ما مبني بذولة اللي قاعدين يحكمون اليوم، مستقبل العراق ينبني بذولة اللي هم الأطفال. فإذا صار عندك تسيب من المدارس وكثرة الأمية وكثر الجهل وكثر يعني التخلف بالبلد بالأطفال، فمستقبلنا شلون راح يصير؟ أما اليوم يعتبر البلد أو يعتبر العراق واحد من أخطر 10 بلدان بالنسبة لعيش الأطفال بالعالم. شغلة اللخ، أكو انتهاكات جسيمة تحدث اليوم فيما يخص الطفل والطفولة ومن عدة جهات. أكو تقرير للأمم المتحدة يقول أكو زيادة كبيرة في عدد الأطفال الذين تحتجزهم قوات الأمن بتهم تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك ارتباطهم المزعوم بتنظيم الدولة داعش. أنا أريد أسأل سؤال هسه، أطفال معتقلين بتهم تتعلق بالأمن القومي، يعني مثلا شنو أمن قومي الأطفال يأثرون عليه؟ الأطفال مثلا راح يبثون أماميات مفخخة مثلا؟ لو راح يبثون يعني فيروس إلكتروني على شبكة الإنترنت بحيث يهددون خطر الأمن في العراق؟ لو راح يستولون على مركز تجاري اليوم بالعراق؟ هو طفل، يعني طفل باللهجة العامية مالتنا جاهل، احنا نقول جهال، نسميه جاهل لأنه فعليا الإدراك عنده بعده يعني ما اكتمل نموه، فعليا مستوى تفكيره بالنسبة إلى الشباب والشيبة والكبار بالعمر يعتبر جهل، فنسميه جاهل. ولما يخطأ طفل نقول له عوفه جاهل ما يعرف. فأنت عندك أطفال، شنو اللي راح يهددوه للأمن مثلا بحيث أنه أكو قوات أمنية تحتجز أطفال وبمراكز حسب التقارير الأممية يعني مراكز احتجاز غير آدمية، يعني فعليا دي يحتجزون الأطفال بمراكز أكو بها انتهاكات. هاي رقم واحد. شنو التهم اللي نقدر نوجهها للطفل اليوم؟ هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة، شلون بالله الطفل يقدر يهدد أمن الدولة؟ أتمنى جاوبوني على هاي التساؤلات، لأن أكو بعد تساؤلات أخرى فيما يخص الطفل والطفولة بالعراق. سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. يا هلا بك يا أستاذ، تحياتي لك وللبرنامج وللقناة. حياك الله أستاذ. أولا ندين أيضا تكلم أفواه الأحرار، لأنهم يعبرون عن رأي وحرية رأي، ودي يا أستاذي ندين تكميم الأفواه. يا أستاذي بالنسبة لمكافحة البطالة والفقر يا أستاذي، لأن بلد مثل العراق بلد غني بالبترول وكذلك المياه وكذلك البساتين، وخيرات الله عندكم كثيرة يا أستاذي. أيضا يا أستاذي بالنسبة أيضا للمسكرات والمخدرات، حنا أيضا نعاني من هذه الشغلة، وكما تعانون نحن نعاني أيضا، حتى عندنا شوارعنا متهالكة يا أستاذي الكريم، ولكن المفروض القضاء على التجاوزات وكذلك يا أستاذي السلبيات وكذلك الانتهاكات الجسدية وكذلك توفير العلاج للمحتاجين الأمراض التنفسية وكذلك الربو وكذلك أيضا المساجين مثلا المعتقلين وكذلك المفقودين. وآخر الكلام تحياتي لك وللبرنامج وشكرا لك يا أستاذي محترم. شكرا لك أخوي العزيز. يعني إضافة إلى ذلك أنه تقارير الأمم المتحدة تقول أنه مثلا ميليشيا الحشد ما زالت تستمر في تجنيد الأطفال وتستخدمهم بالمعارك، وأضافت أو قالت إضافة هذا كله إلى استمرار حوادث تشويه وقتل الأطفال. دول العالم المتقدم، دول العالم الأول مثلا، يعني جل الاهتمام هو للطفل، لأن يقول لك هذا الطفل باكر عقبه يكبر هو اللي راح يلزم مكاني، هو اللي راح يبني، هو اللي راح يطلع من عند المهندس والطبيب والطيار والقيادي والسياسي و و و و وكل الاختصاصات
هؤلاء الأطفال راح يستغلون أو راح يوصلون لهاي الاختصاصات بالمستقبل. فتلقي اهتمام بالتعليم وتلقي اهتمام بالرعاية وتلقي اهتمام بالحياة وتلقي اهتمام بالراحة وتلقي اهتمام بالنفسية رقم واحد، لدرجة أنه الأب أو الأم إذا عنف الطفل بصورة غير منطقية أو ضرب الطفل أكثر من مرة، الدولة تسحب الطفل وتوديه إلى مركز تأهيل لأنه ممنوع تضرب طفل. أما أنك تحتجز طفل بمراكز احتجاز غير آدمية وتجند للقتال، وأكو مراكز أكو حالات تشويه وقتل للأطفال، وتحتجز أطفال بتهم تتعلق بالأمن القومي، يعني شنو المبرر لكل هذا؟ أبو عراق من الفلوجة، حياك الله يا أبو عراق. السلام عليكم أخي أستاذ أخي. عليك السلام والرحمة والإكرام أغاتي. نصف المجتمعات احنا اذا اريد نبدي بيها شلون تبني مجتمع متحضر مجتمع فاهم؟ اول ما نبدي احنا باللغه العراقيه، خلينا نحكيها باللهجه العاميه، احنا اول يوم نبدي على الاب والام، هذا الطفل من كي تحوله من بيتك الى المدرسه لازم يكون عنده وعي. اثنين، نذب اللوم على المراجع الدينية، حتى تجي للجوامع تجي للحسينيات ماكو تثقيف، ما حد جاي يعرف الدين ماله شنو، الدين ماله هل بيقتل هل بيتجاوز على الآخرين. يا أخي مو احنا التخلف راح يصل بينا استاذ أفل 100%، واحد ماكو. اثنين، تجي بالنسبة للحكومة، الحكومة مقصرة بشغلات كثيرة. ليش؟ عندك المدارس مراقبة ما عليها، لأن يعني هذا الطفل من يروح للمدرسة راح يختلط بالشباب، الشباب ما راح يوصلونه إلى هاي مال الحبوب وغيرها يا أستاذ أفل. فإحنا أكو تقصير فيهم من الأسرة ومن الحكومة. لو أكو رادع لهم، والله لا يصير عندنا شباب متحضر كامل. بس يا أخي هسه وين ماكم لا رقابة لاكو حساب، يجي الابن بالليل على بيته يلقى أبوه أجلكم الله لو شارب لو هم مكبسين، ليش تطحي الشباب يا أستاذ أفل؟ إحنا إذا بقينا هيك مجتمع راح يعتبر فاشل، ماكو أي نتيجة. احنا لازم يرادلنا وعي استاذ افل، وعي من الجوامع من المدارس من كل مكان حتى من الشوارع، يراد وعي لهذا الجيل اللي راح يطلع. شو راح يطلع هذا الجيل؟ وانا اشكرك اخوي استاذ. شكرا 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 لك اخ ابو عراق. يعني اليوم الطفل بالعراق من تلقون الاستغلال اللي دي يواجهه هذا الطفل مو طبيعي، إن كان الآباء والأمهات بعضهم مو كلهم، بعضهم أنا أتكلم اللي أجرم بحق أطفاله، الأم اللي شمرت ولدها من الجسر والأب اللي زنجل ابنه وضربه لدرجة أنه الابن قام يترجى الموت، والأب اللي ضرب ولده بطلقات، يعني هاي الأمور العنف الأسري، استغلال الأطفال بالنسبة إلى شبكات التسول، استغلال الأطفال بالنسبة إلى تجارة الأعضاء البشرية، استغلال الأطفال بالأمور العسكرية، استغلال الأطفال بالعمل، استغلال الأطفال في كل شيء. هاي جريمة أنك تخلي طفل تستغله، لأنه طفل واجبه بالحياة يلعب لحد ما يوصل إلى عمر 6 سنوات يبدأ يدرس، فهو يدرس حتى يكون نفسه ويلعب، هذا واجبه. بس واجب الطفل أنه يتمتع بهاي الحياة لأنه التعب جاي لي قدام. أما الطفل اليوم عمره 2 أو 3 ويتعب من هسه، أي كارثة. محمد من أمريكا، حياك الله. ألو، السلام عليكم، أحيي قناة الرافدين والكادر. حياك الله أخي أستاذ أسد. دولة مخطط إيراني كفيلك محمد، يدمرون حتى الطفل الرضيع يدمرون، هم ما خلوا لا طفل طاحي لا خلوا رجال شايف لا شاب لا حتى اللي يمشي بشارع يقتلوا كفيلك الله. عنهم هذا مخطط إيراني،
مخطط ايراني، خلوا حتى الطفل يبيع مخدرات، كفيلك الله، فهم شوف العماره كفيلك محمد ذاك اللي راح لهم طلعوا انواع الاسلحه من عندهم، انواع الفلوس، اشكال الفلوس، تكرم حاطين خزائن مالتهم وهي تكرم ويا الهوش، يعني نسوي مخازن، يعني تكرم ويا الهوش، هم دول تابعين للاحزاب الوسخه وغير الحشد غير والحشد الميليشيات تابعه لايران، هم دول اهل العمايه مدمروا البلد، دمروا الاطفال، الله يهجم على مقتدى وعلى السيستاني الله يهجمها هجم ان شاء الله وبعون الله سيدنا محمد وانا عمي ولاهم كل الايران قاعد اسال كلهم ولاهم ليره ليس للعراق هم ما عندهم غيره على عراقهم اذا يصيروا غيره على الشعب هم غيره ما عندهم غيره ما عندهم عمي كفيلك الله يحشون يقول لك اليهود عمي تروحون في دول بندر اليهود ما سووا شيء اليهود عمي ما سووا اليهود وشعبهم عمي دمروا البلد الله يهجم على مقتدى وعلى السيستاني على هادي العامري والخزعلي وعلى شكوى عند ولاء الايران الله يهجم هالشيء احيي قناه الرافدين والكادر عمري شكرا لك اخ محمد اسامه من كركوك حياك الله يا اسامه السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام شلونك يا خاسر صحتك هلا بك يا الغالي اشكرك واشكر القناه واشكر العاملين عليها حياك الله اخوي انا ما عندي موضوع بالحرة بس ضحكت ذاك النهار هوشير الزيباري اللي يرشح لرئاسة الجمهورية وبعدين الأحزاب ما اتفقوا عليه إيمان طوشي يقول لك قدمنا العراق وقدمنا تضحيات بس أنا أسأل إيش قدم التضحيات هوشير الزيباري والخدمة للعراقيين يعني لو مثل ما تفضل حضرتك وقال العراق أخطر بلد العالم أضعف تعليم بالعالم الوضع الصحي رتشيج الأمن مفقود المعيشة زفت الناس عايشة بظلم القهر فأسأل أني هوشير زيباري وأتمنى أن تصلهم يقولوا إيش قدم للعراق هوشير زيباري ومو بس هو كل الوزراء اللي وياه بجوخة المنافقين والسراق ومقارنة أخرى أستاذ أذهل هوشير زيباري ينقاس ويا المستشارة الألمانية ما ينقاس ونشكرك ورحم الله والديك شكرا شكرا لك أخوي العزيز تقرير الأمم المتحدة حول الطفولة بالعراق غطى الفترة من 1/8/2019 إلى 30/6/2021 يعني تقريبا سنة ونص يقول التقرير أكو قلق كبير تبديه الأمم المتحدة إزاء الزيادة الكبيرة في عدد الأطفال اللي تحتجزهم القوات الأمنية في العراق بتهم تتعلق بالأمن القومي أرجع وأسأل الطفل شلون يهدد الأمن القومي أنا أمنيتي أفهم هاي النقطة الأمن القومي شي يهدد دولة الأمن القومي يعني إرهاب الأمن القومي يعني فشي يهدد سيادة دولة يهدد دولة بأكملها نظام الطفل اليوم بالعراق شلون يهدد أمن الدولة أنا أمنيتي أعرف هذا الشيء شلون يهدد اليوم الطفل العراقي الأمن القومي العراقي حمزة من النجف حياك الله يا حمزة الله يسعدك أستاذ هلا بيك يا الغالي رحم الله والديكم على هاي القناة الشريفة حياك الله أخوي أنا بس أقول لك حشاشين ثلاثة وريحك نعم يوم أبو هاشم مقتدى يقول بأنه المجرب لا يجرب. أنت جبت لي اسم هذا الحلبوسي هذا مو مجرب عمي هذا مو باقي الدولة زين جبت لي هذا النائب الأول ماله اسم هذا الزاملي هذا مو مجرب. مو هذا من جماعة أبو هاشم ترى. زين هذا مو جاي اسمه وهذا عندك قرطة. ما يملك اي بشر بالحبيبيه زين ليش تشبرونيات تجيب لي الزيباري واللي بدي ذاك الله تمام كان احنا عنا راح تشكي من البدايه هاي الحكومه راح تشكل ولا ما تشكل هي ما فيش بعد متعارفون على المناصب وعلى الكراسي وراح تجوع وتكلنا من جديد وما وجبه ولا كل شيء ولا أمل ولا شارع مبلط ولا كل شيء ولا وذول من البداية هذول جايين يدمرون الشعب العراقي ويجوعون ويروحون زين ويخلوا العالم بالفلك الجدي هذول هذول هالطبع هذه
بين طبقه فاسده وجايين يقول ان كان معمم ولا غير معمم، حتى الطيبين المعممين زين هذول ما يقدر لهم بعد. وكل واحد يقول لك الحكومه هاي تشد خلال 3 أشهر 4 أشهر، واذا اراد يشد وطلعوا مظاهرات يطلعوهم يكتلون كلهم، شو شكلوا 800 وهاي الحكومه والشعب ما يتخلي كل ساعه رايح للحنانه وراجع للشمال ورايح للمصر رايح يتوكل اللي يصير. يا عمي شنو يا فوضي يا هاي دوله يا هذه ما ادري ما في دوله وروح الأبرية ما صايره بتعرف العراق كلش زين ما صايره ما صايره ولا تصير وما تصير ما يصيرون اوادين والله ما يصيرون اوادين وذول جايين يخربون الشعب. وانا بالنسبه لي اقول لك هذه هاي يسموها الحكومه الايرانيه العراقيه هم ايران ايران ما طول ما موجودين موجودين يومية مشكلة وتحقيق تحقيق 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 وصلنا احنا عمرين بيا 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 بلد هذا هذا بلد ابو تحقيقات هذا وكل كذب ولاكو قضاء ولاكو هذا وحائرين يصمون يسوون يسوون تسوى شركات اسرائيلية بالعراق ويسوون مصايب العراق هذا مصايب وما تصير اوادي من العمر كله ما طول ذولا حاكمينه زين زمره جايه من ايران تريد تجمع اولاد كلها من الخارج متونسين ومرتاحين وفلوس وش اسمه قصور والعالم قاعد تدور قواطي وتدور شيش وتدور ايش يعني الحياه عيشة شلون تريد تسوي بلد والله هذا البلد ما يصير بعد انا راح اقول لك من هسه ورحم الله والديكم وجزاكم الله كل خير والله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله. شكرا. البلد خراب في خراب في مال لا في دعاه الله. شكرا شكرا لك اخوي العزيز حمزه. يعني الامم المتحده تقول انه ادرج ميليشيا الحشد في اطار الجزء المتعلق بالاطراف التي لم تتخذ تدابير لتحسين حمايه الاطفال اليوم بالعراق اعتبارا طرفا قام بتجنيد الأطفال واستخدامهم داعيا إلى تعجيل بقرار أو بإقرار مشروع قانون خاص بالطفولة بالعراق يجرم التجنيد الطوعي أو القسري للأطفال تحت سن 18 عام. أكو تقرير ثاني لليونيسيف يقول أنه حوادث التشويه والقتل للأطفال مستمرة بالعراق وأعرب هو الآخر عن القلق من تأثير تلويث الأراضي العراقية بالمتفجرات والألغام اللي هي الأجسام الغير مفجرة أو المنفلقة من الحروب اللي موجودة في أكثر من مدينة عراقية وأكبر عدد من هاي الأجسام موجود في محافظة البصرة جنوب العراق. يعني هاي هم تؤدي إلى خسارة العراق عدد كبير من الأطفال في حال لعبهم بهاي الأجسام أو انفجارها على الأطفال أثناء حركتهم داخل المدن. بس نرجع عفوا نرجع ونسأل سؤالنا الأهم. طفل، والطفل يعني أنتوا تعرفون شنو يعني طفل بلهجتنا؟ جاهل. جاهل شلون يهدد أمن دولة، وجاهل يعتقل في مراكز احتجاز حسب تقارير الأمم المتحدة. شلون يحتجز طفل صغير بالسن بعد ما بالغ السن القانونية أو سن الرشد في معتقلات غير آدمية؟ بأي حق أي جهة كانت مهما كانت هاي الجهة تعتقل طفل؟ والسؤال الآخر، يعني أكو هواية اليوم اتهامات إلى مدن بعينها، واعتقال الأطفال ده يصير على مدن بعينها دون باقي الأراضي العراقية. أكو هواية يعني اتهامات إلى مدن بعينها أنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة، وهاي صايرة على الأطفال. والتقرير يقول أنه أكو اعتقالات لأطفال بتهم الانتماء إلى تنظيم الدولة. ولنفرض جدلا أنه أي طفل بالعراق أبوه قاتل، أبوه حرامي، أبوه مرتشي، الطفل شعلي إن كان الأب، فرضا داعشي إن كان الأب سوى جريمة، ما قتل، سرق، اختطف، نهب،
هي لازم الأب ياخذ حسب القانون وحسب القضاء ياخذ جزاء العادل، يروح يؤدي محكوميته. الطفل ما له علاقة. ليش اليوم الطفل بالعراق مديوس، أو الطفل العراقي مديوس؟ ليش اليوم الطفل العراقي دا يتهم باتهامات هو كبيرة على عقله أصلا؟ إضافة إلى ذلك، أنت لما تجيب طفل هو مواعي، نسبة الإدراك في عقله ضئيلة جدا، وتتهمه بهاي الاتهامات وتشمره بمراكز احتجاز وتعذبه والضربه وتأذيه وتجبره على تنفيذ أشياء ما يعرفها هو أصلا، هذا من يكبر شي يصير؟ من يكبر هذا الطفل ويبدي يوعي، تبدي مداركة تتفتح، من أنت ربيته على هاي الأشياء من يكبر شي يصير؟ زين، احنا نريد نربي جيل يبني، لو نريد نربي جيل يهدم. أبو علي من لندن، حياك الله يا أبو علي. يا الله، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يعني والله ما زال هاي العصابات تحكم بالعراق، لا أكو مستقبل للأطفال ولا للشيوخ ولا للنساء ولا للكبار، المستقبل ضايع بالعراق، لأن دولة مجرد لصوص عصابات ما يفكرون بس بالسرق والنهب والعمالة والخيانة. أنا ما شايف هيجي، يعني هيجي ملة أنا ما مر عليه. 40 سنة خارج العراق، أكثر من 36 دولة داخل، أنا ما مر عليه هاي الملة. يعني ناس جايين فقط يفكر شلون يبوق وينهب وشلون عمالة وخيانة. ما أعرف أنا أكو شعب بالعالم ما يحب بلده بس يحب بلد ثاني؟ ما كنت شيء بالعالم. فبالنسبة لمستقبل الأطفال بالعراق ماكو أخي، هو ليش أكو مستقبل بالعراق؟ منتهي العراق، منتهي من وراء هاي اللصوص، من وراء هاي العصابات. الله يعين العراق ويعين شعب العراق، وما على العراق أن ينهض بثورة عارمة ويخلص نفسه من هاي الميليشيات، من هاي العصابات والخضراء. حياكم الله في أمان الله. شكرا، شكرا لك أبو علي. يعني تقارير رسمية تتكلم عن واقع الطفل. أنا السؤال اللي أريد أوجهه إلى أبناء الشعب العراقي وجهته، وهو أنه الطفل بشنو يهدد أمن الدولة؟ الطفل شنو اللي يقدر يسوي لي الأمن القومي في العراق؟ الطفل شنو اللي يقدر يسويه بحيث أنه يكون هذا الطفل خطر على العراق وأنه يجب أن تحتجزه؟ لكن عندي أسئلة أحب أوجهها إلى من يسمي نفسه أنه هو سياسي، وإلى كافة اللي موجودين داخل قبة البرلمان أو برئاسة الوزراء أو برئاسة الجمهورية. مو المفروض أنه إحنا نهتم بالطفل؟ ليش اليوم الطفل العراقي آخر اهتمامات هؤلاء؟ نعم، هو الشعب العراقي آخر اهتمامهم، بس الطفل يعني غريزة، هسه غريزة لدى أي واحد. امشي بالشارع وخلي يوقع طفل قدامك، غريزتك شنو راح توحي لك؟ ليش العالم أرد أوجه سؤال للجميع والجواب معروف، ليش العالم كلها تعاطفت ويا قضية الطفل الريان في المغرب رحمة الله عليه؟ لأنه طفل، لأنه بريء، لأنه مهما يكون يقول لك بعد طفل صغير بالأمر. هاي الغريزة اللي موجودة عند كل إنسان، امشي بالشارع وخلي يأثر طفل قدامك، امشي بالشارع وخلي يوقع طفل وينجرح، امشي بالشارع وشوف طفل دايبتشي، امشي بالشارع وخلي يجي طفل يترجاك أن يطلب منك طلب أن تساعده في شغلة، أو أنه تحميه من مثلا حيوان فالت، أو أنك تحميه من جهال يركضون وراه، أو يطلب من عندك مثلا إذا كان فقير أنه هو جوعان ويريد يشتري، أو يطلب من عندك مساعدة مادية. شوف غريزتك أنت كإنسان شنو راح تكون للتعامل مع هذا الطفل. ليش اليوم بالعراق هذا الطفل ما له اهتمام؟ بالمقابل نشوف مثلا قوات أمنية لازمة طفل وتقص شعره بالكترات،
لفعل سواه، باع مي مثلا، ما له علاقة الطفل إلا من باع المي، بس هو يريد يعيش. بدل ما يفكرون انه ليش هذا الطفل دا يبيع المي، ليش هذا الطفل بالشارع، ليش هذا الطفل دا يشتغل، ليش ما نساعد هذا الطفل حتى يروح يقعد بالمدرسة ويدرس ويتعلم ويكبر ويصير، لا، هم لزموه، ضربوه، هانوه، غلطوا عليه، سبوه وقصوا شعره بالكترات، وما حد حكى من المسؤولين بهاي القضية، وما حد تحاسب من الجهة الأمنية أو الجيش اللي سوى فعلته ويا هذا الطفل. طفل ثاني انداس بالدبابة، ليش الاتهامات من المفترض ما توجه إلى طفل؟ طفل ثالث لازم يضربون به بالشارع نتيجة اتهامات ما المفروض أن توجه إلى طفل؟ ليش اليوم الطفل العراقي ما له يعني ما له حق بهذا البلد؟ أحب أرجع أذكركم مشاهدينا الكرام أنه قبل ما نكمل موضوع الحلقة بقضية التردد، اللي سوى تردد قناة الرافدين أو اللي سوى تحديث على تردد قناة الرافدين وتحول من نظام بث الأزدي إلى نظام بث الأجدي فهو فعليا بالسيف سايد. أما اللي دي يشوف صورتنا بصورة صغيرة على شاشة التلفزيون يمه، كل ما عليك أخوي العزيز تلزم ريموت التلفزيون، نفس إعدادات القناة، ما بيها شيء تغير. هاي الأرقام اللي تشوفها أمامك هو تردد القناة نفسه اللي كان في بث نظام الأزدي ونفسه اللي صار نظام البث عليه أجدي. كل ما عليك أنه تسوي إعادة بحث، تبحث، تكمل، تحفظ القناة يمك، هي مباشرة راح تحول من نظام الأزدي إلى نظام الأجدي، وتكون انت همينا مستمر ويانا، لأن يوم 28/2 راح يتوقف بثنا على نظام الأزدي. سعد من السعودية حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أخونا عفل، حياك الله. بارك الله في هذه القناة المباركة، وبارك الله في أهل العراق المباركين. هذول يا جماعة الخير والله ما عندهم أي مثقال ذرة من الرحمة أو الإنسانية أو العطف أو حتى مبدأ التعامل، هذول ما عندهم مبدأ التعامل. لكن نقول إن شاء الله بأمر اللي ما تنام عينه، وبأمر هذول الرجال، وبأمر هذه القناة المباركة والشجعان اللي وقفوا في العراق، إنه إن شاء الله هذا الشعب ينتصر على هذه العصابة المجرمة، وإن شاء الله بأمر اللي ما تنام عينه. أجل الأطفال، الطفل يعني حتى الأطفال ما رحمتوهم، يعني الكبار بنقول سلامتهم، لكن الأطفال في كل العالم الناس ترحم شيء اسمه طفل. هذول انتزع الله الرحمة من قلوبهم، هذول أتوا لتدمير العراق، أتوا لتدمير كل مبدأ وكل إنسان وكل أي حاجة المبدأ الإنسانية ما خلوه حتى الأطفال. لكن لكم الله إن شاء الله، والناس كلها معاكم، والشعوب كلها معاكم، ومنصورين إن شاء الله بحيل الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سعد، وحيا الله أخواتنا السعوديين كلهم. أبو عمر من الأنبار، حياك الله. حياني باك، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، حياك الشرف هاي الإذاعة. حيا الله نباك أخوي العزيز، وإلنا الشرف بيك أخوي. الله يحزك. أخي أنت تقول على السياسيين. نعم. أما السياسيين ما هم دمروا الأبطال، يعني هم دمروا كل أطفال، ما يشوفون المهجرين يعني وين بالخيم البريد والحار، ما يشوفون الأطفال بالزبالة يلقطون الزبالة ويأكلون، ما جاي يشوفون الأطفال جاي يصير بيهم من عد هذا القتل والتشريد والتعذيب. نعم. إيه السياسيين هم سياسيين كل من عائلته بالخارج وكلهم عصابات. نعم. إيه من هو اللي بالسياسيين قلبه يرفع على الطفل؟ من هو اللي من هذول الرؤساء اللي صاروا واستعانة؟ من هو الصدير أو هذا الكردي أو الحلبوسي؟ أريد واحد شريف منهم يطلع ويندد عن هذا الشيء أو يحامل الطفل. نعم. فهي شغلة الطفل بالعراق هاي مثل ما يقول لي مجهولة، يعني فرد ما قيمة للطفل. هو البشر كله بالعراق صعب ما له قيمة،
عند هاي الحكومات هاي المنشيات وهاي التذبح والعصائب وما نعرف اشكالها شنو، ما 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 عاد تقدر تعددها. نعم. ما لها عدد. وظلم، كله ظلم وجوع ومرض وعيشه مثل ما يقول يرتى لها، او الله يكون بعون العراقي. نعم. وانا اشكركم. شكرا بارك الله. شكرا شكرا لك ابو عمر. ابو احمد من العماره، حياك الله يا ابو احمد. السلام عليكم استاذ رفيع العطيلي. عليك السلام. اشكركم واشكر قناتكم قناه الشعب المظلوم. حياك الله اخوي. اقول انا صار لي فتره يعني ما حد رف شارب علي استاذ رفيع، ما انتبهوا علي يعني، ما حد سمعنا من العراقيين من الشرفاء يعني. هاي بالله الدوله اي سمعته والله، اي شفت لك الله تعالى، اي شفت من الحكومه، اي شفت من المسؤولين، اي شفت من الوزاره. اقول هسه انا الناس الطيبه ولو البيت كمان سبقون هاي ناس خامس سادس، بس ترى لا مو مال ومو ونوديت كفيلك الله واهل البيت، ما والقران ما اناشي ولا، بس انا محتاج قناتكم يا استاذ رفيل، واريد من الله منكم يعني، اريد الناس الطيبه تسمعني، الخير الناس الخير فزع فزع الناس الخير تسمعني، الطيبين تسمعني، لان تعبت وهذول المرضى عندك يعني كلوني اكل، وانا تعبت يعني حيل يعني، اتجه والله رحت بغداد، اتجهت بغداد ما حد خلتني، رحت دقيت بابا الابواب كلها ما حد فتح، وانا اريد ادق باب قناه الرافدين استاذ رفل، اريد ادق قناه باب الرافدين هالمره، لان وليت كفيلك العباس وزينب بن وليت، كفيلك الله والقران وليت، كفيلك النبي محمد وليت، ان وليت وتعابس وكل شيء، وعائله عده تسع نفرات يعني. نعم. ما حد رفض قلب، ما حد رفض رب قلب على يحتضون العراقي. انا ناشد الناس الخيره بالخارج، اناس الناس الخيره بالداخل، اناس العراقيين الشرفاء اهل غيره، لان تعبت والله تعبت من فعلتهم، هذول الاطفال المرضى عندي وانتهيت كفيلك الله يا استاذ رفع، انتهيت كلش تعبت. اي أيوة والله. نعم. انا ناشد المنبر، منبر رافدين، هذا منبر الشريف، منبر الشعب. وصلت ان شاء الله. اي اي والله اشكرك. شكرا شكرا لك ابو احمد. ابو احمد يعني عنده طفل مريض، واحنا نحكي اليوم عن الطفل والطفوله، وماكو واحد مثلا في محافظه ذي قار انتبه الى قضيه ابو احمد وساعد ابو احمد باللي دا يقوله، وابو احمد هسه يقول انا دقيت كل الابواب اللي من الممكن ان تفتح امامي. اليوم يعني من مباوع التقارير الرسمية لما نشوف العراق حالة مثل ما هو اليوم، سؤال اللي أوجه لكم يعني شنو السبب اللي وصل الحال إليه؟ راح تجون وجاوبوني وتقولوا لي السياسيين. زين منو جاب ذول السياسيين؟ راح تجون وجاوبوني وتقولوا لي الاحتلال. زين منو اللي نطل الإذن لذولا أنه يحكمون؟ راح تجون تقولوا لي مثلا الاحتلال الأمريكي والدعم الإيراني هم اللي خلوهم. زين منو اللي انتخبهم أكثر من مرة؟ هذا السؤال لكم. من اللي سكت عليهم كل هاي السنين؟ هذا السؤال إلى أبناء الشعب العراقي. إذا هم سر مشكلة العراق، إذا أكو اتفاق وإجماع من كافة المتصلين ومن كافة الناس أنه كل مشاكل العراق هو سببه من دا يحكم هذا البلد لأنه ولاء مو للبلد، زين ليش مبقي؟ ليش باقي؟ ليش مستمر؟ ودا يتنعم بخيرات البلد، دا يتنعم مثل ما قال أحد المتصلين، يقول أتوقع حمزة من النجف، يقول مثلا النائب الأول حاكم الزاملي عنده بيت ما شاء الله بالحبيبية، يقول ما موجود مثله، والحلبوسي كذلك بنى له قلعة قصر شتردون سموها. ليش ما يتفعل نظام؟ عوفنا من السياسيين، احنا من عندنا كشعب، ليش ما نفعل نظام عليهم؟ من اين لك هذا؟ ابو مروه من كربلاء حياك الله. شكرا الله يحييك اخي العزيز. حياك الله. الف تحيه لكم، انا عندي رساله للاخ من العماره ابو احمد. نعم. اقول له اخي العزيز،
اتجه إلى رب السماوات والأرض، اتجه إلى الله واصبر، اصبر اصبر يا أخي اصبر. ترى العراقيين كلهم بعوز، ترى أخوتك العراقيين من يسمعون هذا النداء قلبنا ينعصر، لأنه يشهد الله ورسوله كلنا مثلك، كلنا مثلك حيرين. لكن والله والله يا أخي ابشر إن الخير جاي إن شاء الله، وما أعتقد ما أعتقد بلدي يظل على هذا الحال أبدا، ما يظل إن شاء الله، والخير جاي إن شاء الله. أما موضوع الطفولة يا أخي العزيز، نعم الطفل يخافون منه، يخوف الطفل، لأن هذا جيل، هذا جيل إذا وعى وما يردون أن يكون هذا الجيل واعي. فلذلك فلذلك أول ما حوربت المدارس أخي العزيز، من يوم من 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 وراء 2003 إلى الآن المدارس من سيء إلى أسوأ، ولذلك أصبح الطفل مشرد بالشارع لا تعليم. وأنا والله والله أنا قلبي ينعصر على الجيل القادم، الله يساعدهم من بعد ذيك الدول اللي بنت مدارس وبنت جيل محترمة، ما أعرف هذا الجيل شو يطلع. الله يكون بالعون، يكون بالعون. أبو مروة عندي سؤال، أنت قلت ما يردون أن يكون هذا الجيل واعي، صح؟ أبو مروة انقطع الاتصال وياه، أو راح العفو مو انقطع الاتصال، كنت أتمنى أرد أسأله، يعني إذا مثل ما قال أبو مروة أنه ما يريدون الطفل أو هذا الجيل أن يكون واعي، هل يعني من يحكم اليوم أو اللي يسمون نفسهم أن هم سياسيين خايفين من الطفل ليكون حال حال أولاد 2003 و2002 والألفينات اللي في فترة الاحتلال وتغيير النظام كانوا أطفال، ولما انتصرنا بال2021 صاروا شباب، واللي هم كانوا أساس وعمود ثورة تشرين، هل يخافون مثلا أنه الطفل يوعى مثل ما وعوا هؤلاء واكتشفوا أنه حال العراق سببه هو مو بس الاحتلال، بس سبب هؤلاء اللي دا يحكمون وثاروا عليهم بثورة تشرين ومطالبها، علما أنه ماكو شيء تحقق من ثورة تشرين. يمكن المطلب الوحيد اللي تحقق من ثورة تشرين أنه رفضوا 4 رئاسة وزراء، وما أتوقع أنه اللي دا يحكمون أو اللي اختاروا مصطفى الكاظمي كانوا يسمعون الثوار، لكن الثوار مصبرين نفسهم يقولون هذا مكسب لنا أنه قصي السهيل مصار رئيس وزراء. هو أكو حسابات أخرى تصير فوق بالبرلمان وغيره على مود السياسي، أو يجيبون واحد يسوي رئيس وزراء مثل ما هسه دا يتفقون صار لهم 5 أشهر. نرجع ونوجه أسئلتنا مرة ثانية، شنو اللي أثر به الطفل العراقي اليوم على الأطفال اللي على الحكومة عفوا وعلى الأمن القومي، شنو اللي أثر به الطفل العراقي اليوم على السياسيين لدرجة أنه خايفين من عند هاي الدرجة وتلقوه موجود ومحتجز داخل معتقلات غير آدمية حسب تقارير الأمم المتحدة. رسالة واتساب اللي وصلتني، أخي أستاذ أفل المحترم تحية لك ولجميع كادر القناة. أخي منذ الاحتلال عام 2003 والحد الآن الشعب العراقي يعاني من الفقر والجوع والقتل على الهوية والتهجير القسري والنقص في الخدمات المتمثلة في بناء المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، حيث أصبح 50% من الأطفال في العراق خارج المدارس متسولين في الشوارع لطلب لقمة العيش. كل هذه المأساة وما يعاني منه الشعب العراقي تتحملها المرجعيات في العراق. إذا كانت هناك مرجعيات دينية تؤمن برسالة الإسلام، المرجعيات في بلدان العالم عندما تحصل مثل هذه الانتهاكات في بلد ما تقوم بالتكبير في الجوامع والحسينيات وحث الشعب لتوحيد الصف كالوقوف وقفة رجل واحد بوجه الطغاة وطردهم، وليس الوقوف مع الأنظمة الفاسدة كما يحصل في العراق، لأنه منذ تشكيل أول حكومة بعد الاحتلال والحكومات المتعاقبة ولحد يومنا هذا لم نسمع انتقاد لهذه الأنظمة، بل بالعكس يقومون بمدحهم على المنابر رغم كل ما حصل في العراق. عليه أقول لكل المراجع الدينية في العراق وبكل طوائفهم، وأنا أتحمل المسؤولية على ما أقوله، اتقوا الله يا مراجع، لأن يوم القيامة ويوم الحساب عند الله قادم. وشكرا أبو مالك من أمريكا.
ورسالة أخيرة تقول: أستاذ أفلا، نريد معرفة المرض الذي يعاني منه ولد أبو أحمد في العمارة، وكم تكلفة عمليته؟ العراقي يسمع مناشدة أبو أحمد، لو كل شريف يتبرع ب50,000 لتزيد فاتورة المستشفى، وسأكون أنا من المتبرعين. أرحموا وجه عراقي يا أهل الغيرة. هاي رسالة من أحد الأشخاص على رقم الواتساب. مشاهدينا الكرام، قبل ما نختم أحب نذكركم بالتردد، ترددنا نفسه ما تغير. كل ما عليك أنه نسوي إعادة بحث للقناة على هذا التردد 10727 حتى يتحول البث يمك من نظام الأزدي للأجدي، لأنه البث على نظام الأزدي راح يتوقف بعد 10 أيام إن شاء الله، حتى نضمن استمراريتنا وياك. مشاهدينا الكرام، حقوق الطفل في العراق منتهكة. يا ترى اللي دينتك هاي الحقوق يستحق أن يبقى يحكم بهذا البلد؟ الجواب يومكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم إن شاء الله باكر بإذن رب العالمين. في أمان الله.